اهم حاجه في الواحده ادبها واحترامها، اهم حاجه كمان ان هي تكون واخده بالها من نفسها قوي عشان ما يبصش بره. انا اديله عمري كله. طيب المقولة بيقول لك ان الراجل لو متجوز ملك الجمال برضو عينه زايغة، ايه رأيك في الكلام ده؟ مش كله، لو بيحبني بجد مش هيبص لحد غيري. طيب بما انك حضرتك فتحتي موضوع الحب، هل في حب حقيقي في زماننا اللي احنا عايشينه ده؟ في بس في السن اللي بقول لك عليه هو ده اللي هتلاقي فيه الحب، لكن السن التاني اللي هو 35 سنة لحد 37 مش بيحبه. لا بيصاحبه؟ مش بيحبه، مش بيصاحبه، بيتجوزوا وفي الاخر ده الجواز اللي هو دي شريكة حياتي في البيت وخلاص، وبيخرجوا ويتفسحوا مع كذا واحد. طب انا جالي واحد طالب مني ان انا اجيب له عربية وعنده 30 سنة، اجيب له عربية واجيب له فيلا واصرف عليه ده على مين ده؟ جماله. طيب ده كان مواصفاته ايه؟ طب لو رشدي اباظه، لو بنفس مواصفات رشدي اباظه شكليا، توافق ان انت تجيبي له الحاجات دي؟ لو انا مقتدرة هجيب، او انت مقتدره؟ هجيب طب انت يعني انت دلوقتي لو في شاب مثلا بالمواصفات دي وطالب مثلا ان انت يكون عندك الشقه، حضرتك هتوافق على حاجه زي كده؟ يا ستي مش فيلا ولا عربيه، بس شقه مثلا. ايدينا هتكون ايد واحدة مع بعض، لا هنساعد هو بعض. دلوقتي انا دلوقتي هاجي اتقدم لحضرتك وانا ما عنديش شقه وعندي 40 سنه وفي طب افرض موقف، انا معيش الشقة، هيبقى الحل ايه؟ هترفضي حتى لو في مواصفات هنتأجر، هنتأجر عادي. طيب ولو هو مش بيشتغل وعايزك انت اللي تشتغلي وتصرفي على البيت زي في ناس كتيره كده؟ مش هقبل بيه طبعا، مش هقبل.